بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيشن اللي فات اتكلمنا عن السمول جريدز، السيشن ده راح نتكلم عن نوع تاني اللي هو الميديوم جريدز. لكن قبل ما نتكلم عن النوع ده عايزين نرجع بظهرنا شوية لورا كده وبنقول ايه القصة. طيب السمول والميديوم والكلام ده يا جماعة، فاكرين في كورس الريسبونسيف كنت بقول اني انا عندي مصطلح جميل اسمه بريك بوينت. بريك بوينت ديت معناها نقطة تحول، نقطة لما بيدركها التصميم بتاعك بيتحول شكله من حاجة لحاجة تاني. مثلا كنا بنقول مثلا في 480 بكسل وانت ونازل كنا بنحط ستايلز خاصة بالموبايل والموبيل، بعدين كنا نحط رينج معين من 481 ل 768، كنا بنقول ده التابلت بي سيز. فلما انت تبتدي تروح أو لو عديت 480 ل 481 فانت طلعت بره البريك بوينت بتاع تمام. ده معنى كلمه بريك بوينت. طيب اوكي، ايه دخل الموضوع ده بالفريم ورك تبعنا؟ الفريم ورك بتاعنا فاونديشن في ثلاث بريك بوينت يا جماعه. اول بريك بوينت اتكلمنا عنه في السيشن اللي فات كان السمول داش، رقم العمدان اللي انت عايزها تمام. رايت السيشن ده راح نتكلم عن الميديوم بريك بوينت. الميديوم بريك بوينت ده يا جماعه عباره عن بريك بوينت معينه كانت خاصه بشاشات ليها ليها فيتشر اور ليها حجم معين يا جماعه تمام. جميل، لما بيدرك التصميم الحجم ده بيطبق لك او بياخد لك القيم الافتراضيه بتاعه. ممتاز جميل، خلينا نقول ان القيمه ميديوم ديت يا جماعه خاصه بنقول الشاشات المتوسطه زي التابلتس والكلام ده، متفقين؟ جميل خالص. انا سبت التصميم بتاعي زي ما هو فرو وهبتدي انسخ نفس القيم دي في سي، واقول لأ انا لو احتجت اني ادرج ميديوم بحذف كلمه سمول وبكتب الكلمه ميديوم يا جماعه، ميديوم داش 12 تمام اوكي. والمره دي انا هغير سكسس عشان تبقى اليرت الكلام ده ان شاء الله، بس احنا هنيجي له في وقته تمام كده. يبقى انا عملت ميديم، خلينا نشوف الفرق عشان تبان الاليرت بس تلاقوا لونها احمر شويه تمام. رايت اوكي، واضح اني تقريبا كده ما فيش فرق. خليني اغير في ريسبونسيف عادي مش مشكله. واضح تحس ان ما فيش فرق ما بين السمول داش 12 السمول داش 12 اللي هي المفروض تكون ميديم، انا اسف تمام، اللي هي القيمه ديت يا جماعه، ادي كنترول اس علشان يبقى الكلام بس واضح. ديت ميديم وديت سمول، تحس ان مفيش فرق ما بين الاثنين. وشعور مفيش فرق ما بين الاثنين لاني الفاونديشن موبايل فيرست، فالمساله مش راح تفرق معاه لاني كده كده الميديم هيتفرد على 12 كولوم زي ما السمول هيتفرد على 12 كولومز. انت عايز تقول ايه؟ اه بالظبط، عايز اقول لك ما تيجي نصعب الامور شويه وخد الكلاس الثاني ده كده بكنترول سي وخلي عندك وغير لي في القيم، بدل سمول هتخليها لي كلها ميديم، والسكسس ديت هنخليها اليرت. وعملت انا كنترول اس يا جماعه ورحت عامل، خلوني بقى اكبر التصميم شويه واعمل ريفريش. بالنسبه للعيان ان انا عندي ميديم نصين، الكلام ده منطقي ومظبوط ممتاز ورائع جدا، بس اكشولي على اللارجر سكرين مفيش مشاكل ميديم لان هو موبايل فيرست فاهمني. فانت بتعلى فبتعلى بقى التصميم بتاعك ماشي، هيفرد لك الاثنين على المساحه بتاعتك. لكن لو انت جيت تقلل عند رينج معين هتلاقي ان الاثنين يتفردوا بملء الشاشه، او هتلاقي ان السته اتفردت على المساحه الكامله كلها، على المساحه كلها، على ال 12 كلهم، وتلاقي ان السته الثانيه اتفردت على ال 12 كلهم دي كلها، لان انت عديت من دايره ميديم، من بريك بوينت ميديم، دخلت في بريك بوينت ثاني اللي كانت خاصه بالسمول. متفقين؟ طب جميل، خلينا طيب ناخد مثال ثاني، او المثال الثالث اللي هو بتاع صاحبنا اللي فوق ده يا جماعه، او بمعنى ادق خلونا ننسخ ده بكوبي ونيجي عند نفس النقطة ونروح نضيف واحد تالت بكنترول دي ونقول احنا هنخلي ده تلاتة وتلاتة 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 ونفس السيناريو يعني تلاتة وتلاتة تمام. ونعمل كنترول اس فنروح ونعمل نكبر شوية المساحة علشان نشوف الفرق. ادي ريلود، في مشكلة في الكلاس اسف، ادي كنترول اس ريلود تمام. ادي تصميم يا جماعه اوكي.
لو انا عملت، انا لو انا كبرت الحجم انا ما عنديش مشاكل في القصه بتاعت تكبير الحجم ده تشبه. اوكي انا لما اجي اصغر بقى المشكله هيدخلني في البريك بوينت بتاعت مين، عند رينج معين هيخلي لي كل الميديم دولت تحت بعض يا شباب، فاهمني؟ طب لا الصوره كده ممكن تكون مش واضحه شويه، لان هم كلهم بياخدوا الافتراضي بتوع اني لما انا اعدي من الرينج بتاع ميديم يتفرد الكلاس بتاعي على ال 12 عمود كلها. انت عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول لك ان الامور مش راح تبان غير لما تستخدم الاثنين مع بعض. هو انا نقدر نستخدم الاثنين مع بعض ابسوليوتلي، تقدر تستخدم الاثنين مع بعض. ايه اللي انت تقصده بالسيناريو ده؟ جميل خالص، خلوني انسخ الاثنين دولت يا شباب واقول لك المره دي بقى انت هتستخدم الاثنين، تقول سمول داش 12 وميديم داش 6. طيب خلونا نوضح الفرق ما بين او احنا بنحاول نعمل ايه بالظبط، تمام؟ طب نشوف النتيجه بتاعت الكلاس ده هيحصل فيها ايه. انت مش هتحس بان في فرق جامد ما بينها وما بين النتيجه اللي احنا اتطبقت معانا فوق في اخر واحد. دولت السمول دولت يا جماعه لما يكون التطبيق ميديم، ميديم يعني من ميديم وانت وطالع، تمام؟ طب انت بتقوله من ميديم وانت وطالع ايه اللي يحصل؟ اقسم لي الكلام لستة وستة لان انت موجود في نفس الرو، فاهمني؟ يبقى ستة وستة. طب ماشي اوكي، لما يحصل بقى ان التصميم بتاعك يعدي الميديم يدخل في الكلاس بتاع السمول، ساعتها بقى انت في الكلاس بتاع السمول افردهم لي انت بقى على 12 و12، فاهمني يا جماعه؟ يعني لما انت توصل للبريك بوينت بتاعت السمول كلاس فافرد لي الديفيجن ده على ال 12 كلها وافرد لي الديفيجن ده على ال 12 كلها، لكن طالما انت في السيف بتاعت الميديم فانت تقسم التصميم لنص ونص، فاهمني؟ طب جميل، خلونا طيب نعمل دي دبليكيت لده، والمره دي هنخلي في الميديم 3، ميديم 3 3 و3، تمام؟ ادي 3 وادي 3. طيب في الحاله دي يا جماعه انت تقريبا عملت ايه؟ انت بتحاول تقول له ان انت مقسم تصميمك على 3 و3 و6. فخلينا نشوف كده السيناريو ده بريفرش. طيب ادي 3 و3 و6 في الحاله ديت، هو التصميم ميديم. طب لما توصل للسمول انا مش عايزه يبقى بالشكل ده، انا عايزه يبقى مثلا انت هتحاول تغير فيه، هتخليه يعني نقول 3 و3 و6 برضه، وشوف كده اللي هيحصل لما تيجي تعمل ريلود للبراوزر تبعك ووصلت للكلاس بتاعك. لما حتى لو جيت صغرته لرينج كبير جدا فهو برضه محافظ لك على 3 و3 و6، لان انت قلت له في حاله ان انت وصلت للبريك بوينت بتاعت السمول انا عايز الكلاس، انا عايز التصميم بتاعي يفضل محافظ على 3 و3 و6، فاهمني؟ يبقى هو ما اخدش الافتراضي بتاعه زي اللي فوق ان هو يتفرد على 12 عمود، طالما انت قلت له يبقى انت كده بتحدد سبيسيفيك بالظبط. عند الشاشات الميديم افرض اعمدتك على رينج معين، عند الشاشات السمول افرض اعمدتك على رينج معين. الكلام ان شاء الله باذن الله في السيشن اللي جاي على الشاشات اللارج والبريك بوينت الثالثه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.